أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لاحظت أن كثيرا من طلبة العلم اليوم كان من شأنهم أن يخطئ الآخرين أو يحكم على الناس بأن هذا جاهل أو هذا مخطئ أو هذا فلان أعرفه جيدا، أو أحيانا يصل إلى أن يقول فلان من الخوارج، فهل هذا من منهج السلف الصالح؟ وما رأي فضيلتكم في ذلك؟ ليس من منهج السلف الصالح الاشتغال بعيوب الناس، ولا يصير عند الإنسان إلا فلان طيب وفلان ما هو طيب وفلان كذا وفلان. الإنسان يشتغل بعيوب نفسه، يشتغل بعيوب نفسه أولا، وإذا رأى على أحد خطأ ظاهرا فإنه ينصحه فيما بينه وبينه ويبين له، لأن هذا من النصيحة والدين النصيحة. أما أنه يتكلم في الناس في المجالس ويمدح هذا ويذم هذا ويبدع هذا ويوثق هذا، هذا لا يجوز. الإنسان يشتغل بعيوب نفسه ولا ينظر إلى عيوب الناس. ثانيا، إذا رأى على أحد خطأ واضحا ظاهرا يتحقق منه أنه خطأ، فليسر إليه ويبين له الخطأ، هذا من باب النصيحة، ولا يتكلم عنه في المجالس وفي غيبته، يكون من الغيبة المحرمة. نعم.